أبناء الطلبة والطالبات، طلبة الصف الأول الثانوي، إن شاء الله ناخد الدرس الثاني اللي هو تشابه المثلثات. بس قبل ما أخد الدرس وقبل أول ما نبدأ نقول بسم الله وعلى بركة رسول الله نبدأ. هفكركم بس بتشابه المضلعات اللي احنا خدناها قبل كده عشان نربط الدروس ببعضها. خدنا تشابه المضلعات، طبعا انتوا عارفين ان المضلع عبارة عن شكل له عدة قطع مستقيمة متحدة مع بعضها. لو كانوا التلات قطع مستقيمة بتقولوا مضلع ثلاثي، اربع قطع مضلع رباعي، خمس قطع مضلع خماسي او سداسي او سباعي، وهكذا. هي دي المضلعات. وكنا بنقول المضلعات بتتشابه، يتشابه المضلعان اذا يتشابه المضلعان اذا تحقق الشرطان معا. اذا تحقق الشرطان معا، ايه الشرطان اللي انا كنت بقولهم قبل كده ولازم الاثنين يتحققوا مع بعض؟ تتساوى الزوايا المتناظرة، يبقى الزوايا اللي اثار بعضها تتساوى. رقم اتنين، الاضلاع المتناظرة متناسبة، يبقى الزوايا المتناظرة متساوية والأضلاع المتناظرة متناسبة. الزوايا المتناظرة متساوية والأضلاع المتناظرة متناسبة، ولازم الشرطين يتحققوا مع بعض، الاثنين يتحققوا مع بعض. لكن في تشابه المثلثات في حاجة هتتغير عندي. ايه اللي هيتغير عندي؟ ان يكفيني شرط واحد لتشابه المثلثات. اما تشابه المثلثات يكفي شرط واحد. يعني انا اقدر اقول في تشابه المثلثات اذا تساوت الزوايا المتناظرة كان المثلثان متشابهان، شرط واحد يكفي. اذا تناسبت الاضلاع المتناظرة فان المثلثان يتشابهان. يبقى انا اقدر اقول رقم واحد في حالات التشابه اذا تساوت الزوايا المتناظرة فقط، بس الشرط ده، يبقى يتشابه المثلثان. طيب ممكن اقول اذا تناسبت الاضلاع المتناظرة، يبقى اضلاع متناظرة متناسبة يبقى يتشابه المثلثان. يبقى شرط واحد يكفي، اذا تساوت الزوايا المتناظرة كان المثلثان متشابهان، او اذا تناسبت الاضلاع المتناظرة فان المثلثان يتشابهان. ممكن اقول حالة ثالثة كمان، لو انا عندي بس زاويتين فقط من المثلث الاولان ساوي زاويتين من المثلث الثاني، يبقى اذا تساوى زاويتان من المثلث الاول مع زاويتان من المثلث الثاني، اقدر اقول ان المثلثان يتشابهان لو زاويتين ساوي زاويتين. طيب ازاي الكلام ده بقى؟ هنشرح الجزئيه ديتي وبعد كده نكمل. انا عندي مثلثين، هسمي المثلث الاولاني الف باء جيم، وعندي المثلث الثاني هسميه سين صاد عين، وندرس الحالات اللي احنا شفناها. والله هني لو لقيت الثلاث زوايا هنا، يعني زاويه الف بتساوي نظرتها سين، وزاوية باء بتساوي صاد، وزاوية جيم بتساوي عين، يبقى المثلثان دول يتشابهوا. بقوم محددة الزوايا، زاوية ألف بتساوي سين، زاوية باء هتساوي صاد، وزاوية جيم هتساوي عين، بحط علامة التشابه بينهم، يبقى هنا المثلث ألف باء جيم يشابه المثلث سين صاد عين بالزوايا. ادي زاوية ألف سوت سين، وزاوية باء سوت صاد، وزاوية جيم سوت عين، يبقى المثلثان دول يتشابهان. وطالما أنا لقيت المثلثان دول متشابهان أقدر أجيب الأضلاع المتناظرة، بجيبها من الشكل على طول. يبقى أنا عندي هنا ألف باء على سين صاد هتساوي باء جيم على صاد عين هتساوي ألف جيم على سين عين. دي الحالة الأولانية
إذا تساوت الزوايا المتناظرة فإن المثلثان يتشابهان وقلت لكم الأضلاع اللي تناسبت. طيب إذا تناسبت الأضلاع المتناظرة، يعني أنا لو لقيت عندي أ ب على س ص الضلع أ ب على س ص ساوى ب ج على ص ع وساوى أ ج على س ع، يبقى إذا المثلثان متشابهان. ناخد حالة ثالثة كمان، إذا تساوت زاويتان من مثلث مع زاويتان من مثلث آخر، يعني أنا عندي هنا لو أنا عندي مثلث أولاني أهو، أنا مثلث تاني لقيت أنا عندي هنا ودي د ه ل، لو لقيت زاوية أ ساوت زاوية د وزاوية ب ساوت زاوية ه، زاويتان يكفوني إن أنا أثبت إن المثلثان متشابهان. طيب إزاي؟ فين الزاوية التالتة؟ هقول لك، أنت عارف إن مجموع قياسات زوايا المثلث 180، وجودة برضه زيه قياس مجموع قياسات زوايا المثلث 180، لو لقيت زاويتان في مثلث تساوي زاويتين يبقى مؤكد إن الزاوية التالتة هتساوي الزاوية التالتة. في الحالة دي إن التلات زوايا بيساووا من المثلث الأولاني بيساوي نظائرهم من المثلث الثاني، فإن المثلثان يتشابهان، هشبههم بالزوايا المتساوية. أنا عندي هنا زاوية أ هتساوي زاوية د، وزاوية ب هتساوي زاوية ه، وزاوية ج هتساوي زاوية ل، يبقى في الحالة ديتي أعمل ده مثلث وده مثلث وأعمل علامة إيه؟ التشابه. يبقى إذا المثلث أ ب ج يشابه المثلث د ه ل، ومن التشابه ده بقدر أجيب أضلاعي المتناسبة. يبقى إيه هي بقى الأضلاع المتناسبة اللي أنا هشتغل بيها؟ اللي هي أ ب على د ه هتساوي ب ج على ه ل هتساوي أ ج على د ل. نكمل رقم 4، المثلثان القائمة الزاوية. أنا عندي مثلثين قوائم، يعني في زاوية قائمة في المثلث الأولاني وزاوية قائمة في المثلث الثاني، يبقى في المثلثة أو المثلثان القائمة الزاوية إذا تساوت قياس زاوية مع نظيرتها واحدة بس، قياس زاوية واحدة بس من المثلث مع نظيرتها فإن المثلثان يتشابهان. إزاي بقى؟ أنا عندي هنا مثلثان قوائم، أنا المثلث الأولاني أهو قائم الزاوية، وأنا المثلث الثاني قائم الزاوية. لو لقيت هنا الزاوية دي ساوت الزاوية دي، لو أنا سميت أ ب ج وده س ص ع، لو لقيت زاوية أ ساوت زاوية س، وطبعا هما مثلثان قائمة، يبقى من المؤكد إن الزاوية التالتة هتساوي الزاوية التالتة. يبقى في الحالة ديتي التلات زوايا في المثلث الأول هيساوي التلات زوايا في المثلث التاني، يبقى كده المثلثان إيه؟ متشابهان. ناخد بعد كده المثلثان المتساوية الساقين. المثلثان المتساوية الساقين، عندهم هنا مثلثان متساوية الساقين، إذا ساوت زاوية من مثلث فيهم مع نظرتها كان المثلثان متشابهان، زاوية واحدة فقط. إذا ساوت زاوية مع نظيرتها فإن المثلثان متشابهان. طب نشوف كمان الحالة دي أخبار إيه؟ أنا عندي هنا مثلثان قائمة، مثلثان متساوية الساقين، أنا المثلث أ ب ج في أ ب بتساوي أ ج، وعندي هنا المثلث س ص ع، في هنا عندي الضلع ده بيساوي الضلع ده، ده مثلثين متساوية الساقين. طبعا أنا عندي في المثلث الأولاني زاوية ب هنا هتساوي زاوية إيه؟ ج، في المثلث الثاني زاوية ص هتساوي زاوية ع، يبقى أنا لو جيت قلت إن زاوية أ مثلا في المثلث الأولاني ساوت زاوية س في المثلث الثاني، يبقى أنا بالتالي فإن زاوية ب هتساوي زاوية ص وزاوية ج هتساوي زاوية ع. يبقى في الحالة ديت عندي هنا المثلثان المتساوية الساقين، لو لقيت زاوية واحدة بس هنا زاوية أ هتساوي نظرتها س،
فهنا طبعا الزاويتين دول متساويتان، الزاويتين دول متساويتان، يبقى انا في الحالة ديتي هلاقي كل زاوية من الزاويتين تساوي نظيرتها. طيب هنديكم مثال للمثلثين المتساوية الساقين، يمكن بس فيه طالب او طالبة يعني ما فهمش انا قلت ايه. انا هديكم مثال عددي وانتوا تفهموا بيه على طول. لو انا عندي هنا قلت مثلا مثال، انا قلت كده ان زاوية الف بتساوي س، يبقى قياس الف هتساوي قياس س. لو انا اديتها لكم مثال بالعدد تفهموه على طول. لو انا قلت مثلا الزاوية دي 70 بتساوي نظرتها دي 70، طيب تمام. الزاوية دي لما ب70 يبقى مجموع قياسات الزاويتين التانيين بكام؟ ب110، لان مجموع قياسات زوايا المثلث 180. 180 ناقص 70 110، يبقى معنى كده ان كل واحدة من دول 55. تمام. تعالوا هنا برضه الزاوية دي 70، هي نفس الشيء، يبقى قياس الزاويتين التانيين ب110 وهما متساويتان، يبقى كل واحدة 55. يبقى انا لو جيت ابص واشوف هلاقي زاوية الف ساوت زاوية س، وباء ساوت زاوية ص، وجيم ساوت زاوية عين، يعني ثلاث زوايا من المثلث الاول ساوت ثلاث زوايا من المثلث الثاني. يبقى في الحالة دي المثلثين ايه؟ متشابهان. في المثلثان المتساوية الاضلاع طبعا عارفين ان قياس كل زاوية من زوايا 60 درجة، يبقى انا عندي هنا رقم 3 المثلثان المتساوية الأضلاع دول متشابهان على طول. المثلثان المتساوية الأضلاع متشابهان ليه؟ لأن المثلث المتساوي الأضلاع كلكم عارفين أضلاعه كلها متساوية، وبالتالي زواياه كلها إيه؟ متساوية، وقياس كل واحدة منهم 60. عندي هنا المثلث الثاني أضلاعه كلها متساوية، وبالتالي زواياه متساوية، قياس كل واحدة 60. يبقى المثلثان دول متشابهان دائما. المثلثان المتساوية الأضلاع متشابهة. يبقى أنا عايز أختصر بقى الحالات اللي احنا قلناها. المثلثان القائمة الزاوية، لو لقيت زاوية من المثلث الأولاني ساوت زاوية من المثلث الثاني، يبقى إذا المثلثان متشابه. طيب المثلثان المتساوية الساقين، لو زاوية واحدة بس في المثلث ساوت نظرتها فإن المثلثان يتشابهان. أما المثلثان المتساوية الأضلاع من غير أي كلام هما يتشابهان. في نتيجة هقولها لكم، وطبعا أنا بقول حالات تشابه المثلثين كلها ورا بعضها عشان لما ناخد تمارين ناخد تمارين كاملة مع بعض. ناخد النتيجة، بتقول إيه النتيجة؟ لو أنا عندي مثلث أهو هسميه وليكن أ ب ج، أنا رسمت مستقيم يوازي أحد أضلاع المثلث، يعني أنا عندي هنا ضلع أ ب ب ج أ ج، رسمت مستقيم يوازي ضلع من أضلاع المثلث ويقطع ضلعان الآخر، أنا سميته هنا س ص، هيوازي ب ج. طبعا أنتوا عارفين التوازي على طول يجيب لي الزوايا في وضع تبادل أو تناظر، يبقى أنا عندي هنا التوازي يعطي زوايا في وضع تناظر أو تبادل. الزوايا دي بتساعدني في إثبات التشابه. يبقى أنا عندي هنا رسمت مستقيم يوازي أحد أضلاع المثلث ويقطع الضلعين الآخران، نتاج لمثلث يشابه الأصلي. لما أنا عملت س ص وزت ب ج لقيت نتج عندي مثلث اللي هو المثلث الصغير اللي هو ده يشابه المثلث الأصلي. يبقى أنا عندي هنا المثلث أ س ص يشابه المثلث الأصلي اللي هو أ ب ج أ ب ج. دي الجزء الأول من النتيجة. طيب الجزء الثاني، أرسم مستقيم يوازي ضلع بطريقة تانية. أنا عندي هنا مثلث أهو وبرضه هسميه أ ب ج. المرة دي بقى هعمل مستقيم يوازي أحد أضلاعه بس من بره مش من جوه المثلث. طب من بره ازاي؟ امد الضلع ده على استقامته، امد الضلع ده على استقامته واعمل المستقيم اهو س ص هيوازي ب ج. طبعا في الحاله ديتي الزوايا اللي كانت في الشكل الاولاني عباره عن زوايا في وضع تناظر. ايه الزوايا اللي في وضع تناظر؟ عندي هنا زاويه س هتساوي زاويه ب، اهي زاويه س هتساوي زاوية ب لأنهم في وضع تناظر، وعند زاوية
ص هتساوي زاوية ج لأنهم في وضع تناظر، وفي عندي زاوية أ دي مشتركة. يعني إيه مشتركة؟ يعني زاوية أ موجودة في المثلث الصغير أ س ص، وفي نفس الوقت موجودة في المثلث الكبير كله اللي هو أ ب ج، زاوية مشتركة. يبقى إذا أنا لقيت التلات زوايا في المثلث الأولاني ساوي التلات زوايا في المثلث الكبير، فإن المثلثان إيه؟ متشابهان. طب في الحالة ديتي هبص أنا للتوازي ألاقي إيه؟ إداني زوايا بس مش في وضع تناظر المراري، في وضع تبادل. عندي زاوية س هتساوي زاوية ج بالتبادل، وزاوية ص هتساوي زاوية باء بالتبادل، والزاويتين دول واحد واتنين بيساووا بعض بالتقابل بالرأس. حددوا الزوايا تلاقي المثلثان على طول متشابهان. طب أنا أظبط الزوايا، زاوية س هتساوي زاوية ج أهي، طب ص هتساوي باء يبقى ص هتساوي باء أهي، وزاوية أ بتساوي أ، أدي أ أهي هتساوي أ أهي. أحط اللي دي رمز المثلث ودي رمز المثلث وأعمل علامة التشابه. يبقى أنا بمجرد ما أعرف أنا الزوايا بظبط الزوايا مع نظرتها وأحط رمز المثلث للاتنين وده التشابه، يبقى المثلث س ص أ هيشابه المثلث ج باء أ. طبعا أنا بمجرد ما أنا جبت التشابه أقدر بعدها على طول أجيب الأضلاع المتناظرة من الشكل. أنا ما بحفظش حاجة، أنا بجيبها من تشابه المثلثين. الضلع الأولاني أ س على نظيره أ ب يساوي الضلع الثاني س ص على نظيره ب ج يساوي الضلع الثالث أ ص على نظيره أ ج. يبقى الثلاث أضلاع المتناسبة هم، وأجيب أي ضلع ناقص أنا محتاجاه. هنا نفس الشيء بقول س ص على نظيره ج ب يساوي ص أ، ص أ أهو على نظيره ب أ يساوي س أ أهي على نظرتها اللي هي ج إيه أ. دي الأضلاع المتناسبة، ودي من أشهر حالات التشابه اللي هو التوازي، بيجيب لي تشابه سواء عملت ضلع يوازي ضلع داخل مثلث نتج عنده مثلث صغير يساوي مثلث كبير يشابه المثلث الكبير، أو لو عملت الضلع بيوازي ضلع بس من خارج المثلث من امتداد الأضلاع هلاقي هنا عندي هنا مثلثين إيه متشابهان. بس أهم حاجة عشان ما تغلطوش أبدا أبدا وانتوا بتجيبوا الأضلاع لازم تجيبوا الزوايا، يعني بشابه المثلث بزوايا او برتب المثلثان المتشابهان بترتيب الزوايا، بتبقى اسهل كتير من الاضلاع بترتيب الزوايا. يعني انا اقول زاوية س تاني مرة تانية، زاوية س ساوت زاوية ج، زاوية ص ساوت زاوية ب، وزاوية أ ساوت زاوية أ، احط الاولاني رمز المثلث والتاني رمز المثلث وادي علامة التشابه. يبقى انا كده ظبطت المثلثان المتشابهان وما غلطتش في اي رمز من الرموز، وبالتالي بقدر اظبط عندي الأضلاع المتناسبة، وبرضه ما بغلطش في أي ضلع من الأضلاع. عشان أنا ما أغلطش لازم أنا بظبط الزوايا الأول، الزوايا بتخليني بجيب الشكلين صح ما بغلطش فيهم أبدا أكتر من الأضلاع كمان. ناخد هنا بقى تمرين صغير نطبق بقى الحاجات اللي إحنا خدناها كلها. إحنا كده تقريبا خدنا التشابه في أجزاء كتيرة منه، نبدأ ناخد إيه تماريننا. يلا يا شباب بقى ناخد تماريننا. طبعا التمرين الاولاني زي ما انتم شايفين قدامكم، عندي هنا الشكل اللي قدامي المثلث هاء واو دال، في عندي دال س بتلاتة سنتي ودال ص بخمسة سنتي وصاد واو بتلاتة سنتي، وعطيني انقياس زاوية دال س ص دال س ص، احط عليها علامة نقطة كده تساوي قياس زاوية واو، عاوز طول س هاء، عاوز طول س هاء. طيب انا هجيب طول س هاء ازاي؟ شوفوا وركزوا. طيب انا دلوقتي كل اللي انا اقدر اجيبه او افكر فيه ان انا اجهز عندي مثلثان متشابهان. طيب يكونوا ايه المثلثان المتشابهان؟ المثلثان اللي هم فيهم زوايا اقدر اتحصل عليها، اللي هم المثلثان هم لو انتوا جيتوا بصيتوا هلاقي انا عندي هنا زاوية س هتساوي زاوية واو. طيب في المثلث ايه س؟ في المثلث الصغير دال س ص. طب زاوية واو في المثلث الكبير كله اللي هو دال واو هاء. طب دول اول زاويتين.
طب فكروا وشوفوا، هو انا ما اقدرش اتحصل على الزوايا تاني؟ اشوف المثلث الصغير فيه زاويه د زي ما انتوا شايفينها كده، مش هي هياها الزاويه ديت زاويه برضو مشتركه للمثلث الكبير كله؟ يعني زاويه د موجوده في المثلث د س ص، وفي نفس الوقت هي في المثلث د ه و. يبقى انا في الحاله دي كده عندي الزاويتان، زاويه د في المثلث الصغير هيها نفس الزاويه في المثلث الكبير دي رقم واحد، وزاويه س في المثلث الصغير ساوت زاويه واو في المثلث الكبير دي رقم اثنين. وانا قلت لكم دلوقتي لو انا قدرت اثبت بس انه في زاويتان متساويتان في المثلث الاولاني ساوي زاويتان ساوي نظائرهم في المثلث الثاني، فان المثلثان ايه؟ يتشابهان. انا هرتب الزوايا وبناء عليه هقوم انا جايبه لكم ايه المثلثان المتشابهان. يلا انتوا قولوا معايا كده بقى، في المثلث الاولاني زاويه د هتساوي في المثلث الثاني ايه؟ د، يبقى زاويه د تساوي د. تمام. طيب انا عندي هنا زاويه س هتساوي زاويه ايه؟ و، يبقى س هتساوي و. بالتالي الزاويه الثالثه في المثلث الصغير اللي هي ايه؟ ص هتساوي الزاويه الثالثه في المثلث اللي هي زاويه ايه؟ ه. انا كده ظبطت الزوايا، او معطيه للاولاني رمز المثلث والتاني رمز المثلث واعمل علامه التشابه، جبت انا كده المثلثان المتشابهان اللي هم اسمهم د س ص والمثلث د و ه. اقولها تاني عشان تستوعبوا معايا اهي، ببساطه خالص انا بجيب الزوايا المتساويه، الزوايا المتساويه هي اللي هتجيب لي المثلث بكل بساطه. انا المثلث الصغير والكبير انا عندي زاويه د في الصغير ساوت زاويه د في الكبير، تمام، مشترك اسمها زاويه مشتركه. طيب زاويه س في المثلث الصغير اهي ساوت واو، يبقى س ساوت واو. هنا اللي باقي هنا زاويه ايه في المثلث الصغير؟ ص، هتساوي ايه في المثلث الكبير؟ ها. خلاص انا كده ظبطت الثلاث زوايا، ادي لي ده رمز المثلث وده رمز المثلث وهعمل علامه التشابه، خلاص جبت المثلثين المتشابهين. ومنها مباشرة أنا أجيب الأضلاع من الشكل، لو تعبتش في أي حاجة. طب أجيبها إزاي؟ ببساطة خالص، الضلع الأولان د س على الضلع الأولان د و تساوي الضلع الثاني س ص على الثاني و و ه تساوي الضلع الثالث د ص على الثالث د ه، واللي موجود أحطه اللي أطواله موجودة أشتغل بيه د س من على الشكل كام؟ تلاتة على دال واو، دال واو كلها، دال واو كلها، خمسة زائد تلاتة تمانية تساوي س ص، س ص مش موجودة عندي، هسيبها س ص على واو هاء مش موجودة عندي، أكتبها النسبة دي كلها ما تلزمنيش في حاجة لأن مش هتفيدني، أسيبها يساوي دال ص، فين دال ص؟ دال ص خمسة على د ه، د ه كلها اعرف منها حته وحته ما اعرفهاش اللي هي س ه هكتبها كلها د ه. طيب انا ايه النسبتين اللي همشيهم مع بعض؟ النسبه الاولى والاخيره، النسبه الوسطانيه ديتي مش عايزاها ومش هتفيدني باي حاجه، اشيلها على جنب، اخد الاولى 3 على 8 مع الاخيره لان هي اللي فيها الضلع الناقص وده اللي هجيب قيمته. يبقى انا عندي هنا د ه هتساوي هضرب وسطين في طرفين، كده هضرب وسطين في طرفين، يبقى معنى كده ان د ه هتساوي 8 في 5 على 3، 8 في 5 على 3، 8 في 5 ب 40 على 3 تطلع لي ال 40 على 3 فكام؟ 13 وثلث، دي اللي هي د ه كلها 13 وثلث، د ه كلها 13 وثلث، حته منها 3 تبقى الحته الباقيه تبقى بكام؟ ب 10 وثلث. يبقى دي طلعت كام؟ 10 وثلث. ايه اللي هو طالبه مني؟ عاوز طول س ه اللي انا جبتها 10 وثلث. انا 10 وثلث اهي، وشوفوا انا حليت التمرين كله وكتبت الناتج ولسه ما اخترتش. انا كتبت الناتج هقوم انا اختار بقى الاجابه الصحيحه. هنا 10 وثلث، 9 وثلث، 13 وثلث، يبقى الاجابه الصحيحه الاولى. واقوم انا مظلله عليها، طبعا في الامتحان هيجي لكم كده بالنظام ده. اهي ادي الاجابه الصح. 10 وثلث. دي طريقة الامتحان الجديدة اللي هيجيلكم بطريقة التابلت بالنظام ده، بس طب انا طبعا في الامتحان
هيبقى معايا ورقه بحل فيها عشان اقدر اجيب الناتج بتاعي. جبت الناتج اوعى تنسى انك تختاره، لان انت مش هتاخد درجتك الا بالاختيار مش بخطوات التمرين، بالاختيار، وتكون دقيق وانت بتحل وبتحسب حساباتك عشان الناتج يطلع صح. وان شاء الله ربنا يوفقكم وتبقوا ممتازين جدا في نظام التابلت، ما تخافوش منه، هو نظام جميل وظريف، بس انت لازم تكون دقيق وهادي وانت بتحل. ربنا يوفقكم. ناخد التمرين اللي بعد كده في الشكل اللي موجود عندي، بصوا له كويس، طلعوا لي المعطيات. اول ما تشوف الشكل ايه المعطيات اللي موجود عندي، عندي توازي اهو، باء ج يوازي د ه. وانا قلت لكم قبل كده التوازي يجيب لي زوايا في وضع تبادل، زوايا في وضع تناظر. التوازي يجيب لي زوايا في وضع تبادل او في وضع تناظر. بصوا للشكل وقولوا ايه الزوايا اللي هتبقى موجوده عندي. عندي زوايا في وضع تبادل اللي هي زاويه ج اهي هتساوي زاويه ه، تمام. طيب وعندي هنا زاويه ب اهي هتساوي زاويه د بايه؟ بالتبادل. وجيم هتساوي ها بالتبادل. انا بكتب كده على طول في خطواتي، انا مش هتلزمني خطوات لان امتحانكم هتبقى معظمها اختياريه، بس لازم اكتب لكم برضو الخطوات. بكتب انا هنا د، عندي باء جيم توازي د ها، يبقى قياس زاويه جيم تساوي قياس زاويه ها بالتبادل، وزاوية باء بتساوي دال بالتبادل. قياس زاوية باء تساوي قياس زاوية دال بالتبادل. طيب انا هقول انا عندي بقى هنا ايه المثلثين، فين التوازي؟ يجيب لي تشابه على طول. يجيب لي تشابه ازاي؟ التوازي يعدي على تبادل وتناظر، والتبادل والتناظر يجيب لي زوايا متساوية ومنها يجيب لي التشابه. يبقى نقولها تاني، التوازي يجيب لي زوايا متساوية والزوايا المتساوية تجيب لي تشابه. يبقى انا هشتغل هنا وهقول، انا هقول انا الزوايا، اقول انا الزوايا عندي قياس زاوية ج بتساوي قياس زاوية ه، احط ج احط ه. طيب باء بتساوي د، احط باء احط د. طب ايه عندي زاوية أ هنا بتساوي زاوية أ هنا بالتقابل بالراس، يبقى انا عندي أ هنا هتساوي أ هنا. يبقى في الحالة ديتي احط لدي رمز المثلث ودي رمز المثلث واكتب علامة التشابه. يبقى انا عندي هنا المثلث ألف جيم باء شابه المثلث ألف هاء دال. هو طبعا جايبه هنا ألف باء جيم ارتبهم بس. يبقى انا عندي هنا المثلث ألف باء جيم هيشابه المثلث ألف دال هاء، فمجرد ترتيب ما بيعملش اي حاجة في المسألة. كده انا شبهت المثلثين، وانا طالما شبهت المثلثين بقوم انا اجيب من عندي ايه كمان؟ الاضلاع المتناظرة. طب ايه هي الاضلاع المتناظرة عندي؟ انتوا كلكم شطار وممتازين وما شاء الله عليكم، هتقولوا الاضلاع معايا. يلا، عندي المثلث ألف ج باء يشابه المثلث ألف هاء د. الضلع الاولاني ألف ج على ألف هاء يساوي ج باء على هاء د يساوي ألف باء على ألف د. واجيب الاضلاع المتناظرة ونكمل التمرين. انا هكمله هنا في الجزئية ديتي. يبقى انا هقول هنا ألف باء على ألف دال هتساوي باء جيم على دال هاء هتساوي ألف جيم على ألف هاء. واكتب الأضلاع، ايه الأضلاع اللي موجودة عندي؟ اشوف انا ألف باء، ألف باء اللي هي تلاتة سين زائد واحد، تلاتة سين زائد واحد على ألف دال اتنين سين ناقص واحد تساوي باء جيم، باء جيم خمسة على دال هاء اتنين ونص. خلاص انا بقى معادش بيلزمني، انا عايزه اجيب قيمة سين دلوقتي، انا معادش بيلزمني خلاص النسبة الأخيرة مش عايزاها، انا هكتفي بالنسبة الأولى والتانية عشان تطلع لي قيمة سين. لو انتم ملاحظين ان انا عندي خمسة على اتنين ونص هشيل العلامة العشرية واحط صفر فوق، بقت خمسين على خمسة وعشرين. طبعا خمسة وعشرين وخمسين اختصر على خمسة وعشرين فيها الواحد، كده فيها ايه؟ فيها الاثنين. هضرب وسطين في طرفين، يعني هضرب تلاتة سين زائد واحد في واحد تديني تلاتة سين زائد واحد تساوي اتنين سين ناقص واحد تضرب في اتنين، اتنين سين في اتنين بأربعة سين، ناقص واحد في اتنين بسالب اتنين. هنقل انا السينات الطرف ده والاعداد في الطرف ده، معناها
أربعة س ناقص ثلاثة س هتساوي واحد زائد اتنين. أربعة س ناقص ثلاثة س اللي هي س تساوي واحد زائد اتنين ثلاثة، يبقى قيمة س طلعت عندي ثلاثة، يبقى قيمة س طلعت ايه؟ ثلاثة. يا رب تكونوا استفدتوا من التمارين ديتي ونكمل تماريننا إن شاء الله. هنكمل بقى إن شاء الله النظرية الأخيرة في درسنا، نظرية بسيطة خالص وسهلة، مش عايزين ألفية بسيطة جدا. أنا عندي مثلثان أ ب ج وس ص ع، لو لقيت زاوية من المثلث الأولاني سوى الزاوية من المثلث الثاني وتناسبت ضلعان الحاويان للزاوية، يعني إيه الكلام ده؟ يعني انتوا شايفين زاوية أ هتساوي زاوية س، طب فين هنا الضلعين اللي بيحوا الزاوية اللي هما أ ب و أ ج الحاويان للزاوية؟ معناها إن الزاوية محصورة بينهم، يعني ضلعان حاويان للزاوية يعني الزاوية محصورة بينهم. طب أنا عندي هنا ضلعان الحاويان للزاوية س اللي هما س ص و س ع، يعني الزاوية محصورة بينهم. يبقى الحالة بتقول إيه بقى؟ إذا ساوت زاوية من المثلث مع زاوية من المثلث التاني ولقيت الضلعين الحاويان للزاوية هنا متناسبين مع الضلعين الحاويان للزاوية هنا كان المثلثين دول متشابهين. طيب يبقى زاوية أ لو ساوت زاوية س ولقيت الضلع أ ب على س ص هيساوي أ ج على س ع كان المثلثان متشابهان. تعالوا للشكل اللي بعد كده، المثلث المشهور مثلث إقليدس. طبعا انتوا خدتوا قبل كده قوانين إقليدس في الاعدادي، هفكركم بيها تاني، بس احنا النهارده هناخدها وهنقدر نثبتها من التشابه. ازاي هنقدر نثبتها من التشابه؟ خدوا بالكم معايا، مثلث اقليدس عباره عن مثلث قائم خارج منه عمود، يعني عمود خارج منه عمود. مثلث اقليدس عباره عن مثلث قائم والقيمه خارج منها قيمه تانيه، ده مثلث اقليدس. المثلث اللي هو العمود ألف د بيسم لي المثلث القائم للمثلثين، المثلث الأولاني أهو والمثلث التاني أهو. بتقول إيه بقى حالة التشابه؟ إذا كان مثلث قائم الزاوية ومن الزاوية القائمة خرج عمود فإنه يقسم المثلث القائم إلى مثلثين متشابهان وكل منهم يشابه الأصلي. أقول الكلام ده تاني، عندي مثلث قائم أهو خرج منه عمود، العمود ده قسم لي المثلث القائم الى مثلثين، الاولاني ومثلث تاني، مثلثان صغيرين، كل هما الاثنين يتشابهوا، هما الاثنين متشابهان وكل واحد منهم بيشابه المثلث القائم الكبير كله. يعني ازاي الكلام ده؟ هقول انا عندي المثلث الاولاني ا ب د هيشابه المثلث التاني اللي هو ا د ج، والمثلث الثاني هيشابه كل واحد منهم هيشابه الاصلي اللي هو ا ب ج. طيب انا مطلوب مني الطلبه بيلاقوا صعوبه ان هما بيرتبهم الرؤوس او بيرتبهم الزوايا، هرتب الزوايا ازاي؟ بيغلطوا في ترتيب الزوايا وبالتالي بيغلطوا في تناسب الاضلاع. انا هعرفكم طريقه سهله وبسيطه خالص ازاي انا برتب بيها الزوايا، مش هتغلطوا فيها ابدا. انا هقول لكم اهو المثلث بمجرد ما بتشوفوه شيء بسيط خالص هتعملوه. انا عندي هفرض ان زاويه ب دي ب 30 درجه، انا هفرضها من عندي ب 30 درجه. طيب انا لو قلت الطريقه ديتي هتخليكم ترتبوا لي الزوايا والرؤوس سهل جدا ومش هتغلطوا فيها ابدا. انا عندي زاويه ب ب 30، طبعا ده مثلث قائم، الزاويه دي ب 30 تبقى دي 60، الزاوية ده هي قائمة، الزاوية دي بستين تبقى دي بتلاتين، المثلث ده قائم، الزاوية دي تلاتين تبقى الزاوية دي ستين. ببساطة خالص أنا عرفت الزوايا، تقوم مرتبين كل المثلثات بترتيب الزوايا تطلع لي الرؤوس مترتبة والأضلاع مترتبة تمام التمام. طيب يلا بقى معايا هشابه المثلث الصغير بالصغير وكل واحد منهم هيشابه ايه الكبير. أنا هكتب المثلث أ ب د، أ ب د يشابه، هشوف أنا عندي زاوية أ قياسها كام في المثلث الصغير؟ قياسها إيه؟ 60، هتساوي 60 اللي هي ج. طيب ب 30 هتساوي 30 ده اللي هي أ، ود قائمة هتساوي د يشابه. يبقى أنا كده شابهت الاتنين الصغيرين، أشابههم بالكبير بقى إزاي؟ نشوف أ قياسها إيه في المثلث الصغير؟ 60 في المثلث الكبير كله ج،
طيب ب قياسها ايه في الصغير؟ 30 تساوي في المثلث الكبير كله ب برضه 30. طيب د في المثلث الصغير كام؟ 90. في الكبير فين ال 90؟ ألف. يبقى انا كده جبت المثلثين اهو مظبوطين تمام وصح تمام التمام اهو. ثلاث مثلثات المتشابهين ألف باء دال يشابه المثلث جيم، ألف دال يشابه المثلث جيم باء ألف. خلاص كده تمام معايا. طبعا أنا هشيل بقى اللي فوق لأن أنا كنت كتبتهم مش مترتبين، أنا رتبت اللي تحت. يبقى أنا عندي هنا المثلث ألف باء دال يشابه المثلث جيم ألف دال يشابه المثلث جيم باء ألف. ودي بطريقة سهلة جدا مضمونة إن أنا بجيب المثلثين المتشابهان الاثنين الصغيرين اللي بيشابهوا الكبير وما بغلطش في اي ضلع من الاضلاع. وناخد قوانين اقليدس اللي هتنتج لي من التشابه. انتوا بقى شطار ما شاء الله عليكم، هتقولوا المثلث ده بيشابه ده، هتقولوا الاضلاع المتناسبه مع الاثنين دول مع بعض، وبعد كده الاثنين دول مع بعض، وادي لكم ملخص الاضلاع المتناسبه والقوانين اللي لازم تكونوا عارفينها كويس جدا وما تغلطوش فيها، واقولها لكم بطريقه سهله وبسيطه جدا ومش هتغلطوا فيها تاني. العمود عندي اللي هو عندي اسمه ايه؟ اسمه ا د. العمود اربعه ا د تربيع يساوي حاصل ضرب اللي عنده، حاصل ضرب جزئي الوتر. يبقى العمود اللي هو ا د تربيع يساوي حاصل ضرب جزئي الوتر اللي هو د ب في د ج. ده اول واحد. رقم اتنين، انا عايزه ضلع القايمه ا ب تربيع. هشوف انا الضلع ألف باء مسك للوتر من عند النقطة ايه؟ باء. يبقى هيساوي باء دال في الوتر كله. يبقى أنا عندي الضلع ألف باء مسك للوتر من عند النقطة باء، أخرج من النقطة باء ضلعين، ضلع صغير والوتر. الضلع الصغير اللي هو باء دال في الوتر كله اللي هو باء جيم. تعالوا للضلع ألف جيم تربيع، كل التلاتة دول تربيع. طيب ألف جيم مسك الوتر من عنده نقطة ايه؟ جيم، أخرج من جيم ضلعين، ضلع صغير وضلع الوتر. يبقى جيم دال في الوتر كله اللي هو جيم باء أو باء جيم. وده ملخص إقليدس بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مؤكد إن أنتوا مش هتغلطوا فيها. هنكمل معاكم تلات تمارين بنظام التابلت، بنظام الجديد اللي هيجيلكم في الامتحان، نظام الامتحانات الجديدة. انا عندي تمرين رقم واحد بالشكل اللي قدامي، عندي هنا الف باء جيم مثلث فيه دال هاء هتوازي باء جيم، طول الف هاء بسين وهاء جيم بتسعة ودال هاء باتناشر وباء جيم بخمستاشر. طبعا من الشكل على طول طالما فيه توازي هيبقى فيه تشابه المثلث الصغير مع المثلث الكبير. قولهم الزوايا مترتبة عشان الأضلاع تيجي معايا وما أغلطش فيها. زاوية أ في المثلث الصغير تساوي أ في المثلث الكبير، زاوية د في المثلث الصغير تساوي ب في الكبير، زاوية هاء في المثلث الصغير هتساوي ج في المثلث الكبير، وأدي ال د رمز المثلث، د رمز المثلث، وأدي التشابه. خلصنا. يبقى كده المثلثين إيه؟ متشابهان. هاتوا بقى الأضلاع. الأضلاع إيه؟ أ د على أ ب هتساوي د هاء على باء ج هتساوي ا هاء على ا ج. وحطوا الاطوال. ا د عندي مش موجوده، طب ا باء مش موجود، يبقى انا مش عايزه النسبه دي كلها، ما بتعاملش معاها. نسبه بسطها ومقامها مش موجودين عندي، انا ما بتعاملش معاها، خلاص ما بتفيدنيش. هاخد انا د هاء ب 12 على باء ج 15 هتساوي ا هاء ب س على ا ج كلها بسين زائد تسعة. مطلوب مني اجيب قيمة سين كده. النسبتين دول كافيين ان انا اجيب قيمة سين، بس انا هختصر النسبتين دول عشان تبقى المسألة سهلة بالنسبة لي. 12 و 15 هقسم على التلاتة، تبقى هنا فيها الاربعة وده التلاتة فيها الخمسة، واضرب وسطين في طرفين. اربعة في سين زائد تسعة يبقى اربعة في سين باربعة سين زائد اربعة في تسعة بستة وتلاتين تساوي هنا خمسة في سين بخمسة سين. أنا الأربعة سين الطرف ده يبقى بتديني خمسة سين ناقص أربعة سين هتساوي ستة وتلاتين، يبقى دي سين هتساوي
36. كده جبت الناتج، اختار الاختيار بتاعي، هلاقي الاختيار ج ده الاختيار الصح. دي طريقة الامتحانات اللي هتجيلكوا ان شاء الله. في المسألة اللي بعد كده طبعا انتوا اللي بمجرد ما بتشوفوا شكل المثلث ده بتعرفوا ان هو مثلث اقليدس. ليه؟ لانه عمود خارج منه عمود، ده اقليدس على طول. طيب مثلث اقليدس انتوا كلكم شطار خلاص، وعرفنا ان المثلثين الصغيرين هيشبهوا بعض، وقلت لكم الطريقه اللي احنا هنحل بيها عشان ما نغلطش ابدا في الاضلاع وترتيبها. انا هساوي الزاويه دي 30 تبقى دي 60 تبقى دي 30 تبقى دي 60 ببساطه خالص. يلا نعمل المثلثين الصغيرين باضلاعهم ببساطه خالص. باء د الف، انا اخترت الاولاني زي ما انا عايزه، باء د الف براحتي. باء في المثلث الصغير 30 تبقى في المثلث الصغير التاني ليه الف. طب د في المثلث الصغير 90 يبقى التانية تبقى د. طب ألف في المثلث الصغير هنا 60 تبقى في المثلث الصغير هنا ج. أدي لده رمز مثلث وده رمز مثلث وده التشابه. خلصنا كده المثلثين المتشابهين مترتبين مظبوط تمام. هعمل أنا الأضلاع، يبقى أنا هقول هنا باء د على ألف د، باء د على ألف د هتساوي د ألف على د ج، هتساوي باء ألف على ألف ج. واكتب الأطوار، باء د عندي 9، ألف د عندي معرفهاش، تساوي د ألف عندي د ألف اللي هي ألف د معرفهاش. طب د ج عندي 16. طيب كده شوفوا انتم ملاحظين ايه، تساوي ألف باء عندي ص، وألف ج عندي س. بدأت المعالم تظهر عندي، طلع عندي ص على س، هو اللي هو عايزها ص على س. طب اشوف بقى ص على س اهي على جنب اهي، انا الاثنين دول اعمل فيهم ايه؟ هلاقي عندي ألف د مشتركة في الاثنين بينهم، يبقى انا هضرب وسطين في طرفين واجيب قيمة ألف د، يبقى ألف د في ألف د بألف د تربيع تساوي 9 في 16. اقوم واخد جذر التربيع للطرفين واطلع من هنا ألف د تساوي 9 في 16، 9 تخرج ب 3 و 16 تخرج ب 4، يبقى 3 في 4 ب 12، يبقى ألف د طلعت عندي كام؟ 12. يبقى انا اقول هنا بقى صار على س تساوي 9 على ألف د اللي هي ب 12، اختصر ال 9 وال 12 اقسم على 3 يبقى 3 على ايه؟ على ال 4. يبقى انا عندي الاختيار الصح اللي هو 3 ارباع، فين 3 ارباع هنا؟ رقم ج. بقى وما انا محوطه على الاختيار الصح رقم ج، ودي طريقه الحل ببساطه خالص. لو انتم عارفين قوانينكم وبتعرفوا ترتبوا الرؤوس زي ما انا قلت لكم بالطريقه اللي انا قلت عليها السهله اللي انا قلت عليها، بتلاقي التمرين بيمشي معاكم سلس وجميل وسهل ومفيش فيه اي مشكله. اخر تمرين عندي هنا، بقول لي ا ب ج مثلث متساوي الساقين، جميل، فيه ا ب بتساوي ا ج صح، يعني انا استفدت ايه بقى من المثلث المتساوي الساقين؟ تقوموا قايلين لي على طول المثلث المتساوي الساقين يديني زوايا القاعده متساويه. طب فين زوايا القاعده عندي؟ زاويه ج هتساوي زاويه ب، كده صح تمام التمام. ده انا شفت وعيني جابت على طول اهي ان انا عندي هنا زاويه ج سوى زاويه ب، زاويتين. طب ما انا عندي دي زاويه قايمه ودي قايمه، يبقى المثلثين الصغيرين فيهم زاويه قايمه سوت قايمه، واحده سوت واحده، يبقى زاويتين من المثلث الاولاني ساوي زاويتين من المثلث الثاني، يبقى اذا المثلثان على طول ايه؟ متشابهان. بس انا عندي هنا النقطتين دول اللي هما واو وهاء، دي واو ودي هاء، كده المثلثين دول متشابهان. هرتبهم عشان الامور تبقى سهله بالنسبه لي جدا. هرتب انا، هكتب الاولاني واو ج د، والثاني زيه واو قايمه تساوي القايمه اللي هي هاء، طب ج تساوي ب، طيب د هتساوي د بالطبع، يبقى د هتساوي د، بدل د رمز المثلث وده رمز المثلث وده علامه التشابه. كده المثلثين اهم متشابهين، هكتب الاضلاع المتناظره اللي هي واو ج على هاء ب تساوي ج د على ب د تساوي اهي، واو ج على هاء ب تساوي ج د على ب د تساوي واو د على هاء د. واشوف الاطوال عندي، واو ج واو جيم عندي معرفش طولها، طيب هاء باء معرفش طولها، خليها اللي بعد كده دي انا معرفش فيها اي اطوال، سيبها.
ج دال عندي. طيب باء دال معرفش، بس اعطيني معلومه ايه؟ ان باء ج ب 48، باء ج كلها ب 48. طيب هو انا اقدر استفاد منها ايه؟ هقسمها جزئين. لو انا فرضت ان ج دال بس يبقى دي 48 ناقص س، صح كده؟ صح. يبقى لو ده ضلع كامل طوله كله انا اعرفه ومتقسم لجزئين، افرض الجزء الاولاني س يبقى التاني الضلع كله ناقص س، يبقى س ودي 48 ناقص س، يبقى كده خلاص اتعرفوا عندي. يبقى انا عندي هنا ج دال بس. طيب ب دال 48 ناقص س تساوي واو دال على هاء دال. واو دال على هاء دال، خدوا بالكم عطينا معطي بيقول ايه؟ دال هاء على دال واو بخمسة على سبعة. طب هل هي النسبة دي عندي اللي هو عطاها لي؟ دال هاء على دال واو، لكن دي واو دال على دال هاء، دال هاء هي اللي في المقام، دي في البسط. اه ده هو عايز يغلطني. لا مش هيغلطني، انا عندي هنا النسبة ديتي اقلبها، تقوم عطياني هنا واو دال على دال هاء. يبقى من دي لو انا قلبتها كتبتها واو دال على دال هاء طلعت لي 7 على ايه؟ على 5. اقلبها اللي هي دي، يبقى بتساوي 7 على ايه؟ على 5. هضرب وسطين في طرفين واجيب قيمه س، س في 5 ب 5 س تساوي 7 في 48، يبقى 7 في 48 ناقص 7 س. هني 7 س الطرف ده واضيفها على 5 س تبقى 5 س زائد 7 س بتساوي 7 في 48. طبعا ديت 12 س، اكتبها فوق هنا او على جنب هنا، امسح هنا الجزء الاولاني، امسح ده واكمل. يبقى انا عندي هنا 5 س زائد 7 س هتبقى 12 س فتساوي 7 في 48. هقسم على ال 12، 48 على 12 فيها ال 4، تضرب في 7 تديني 28. كان الاختيار الصح هو رقم د. أبنائي الطلبة والطالبات، يا رب تكونوا استفدتم من شرحنا النهاردة، ويا رب يحقق لكم كل اللي انتم بتتمنوه. وطبعا اللي استفاد من فيديوهاتنا ويتابع معانا الشرح، حابب يشوف الفيديو مرة تانية يشوفه عشان يتأكد، لأن الفيديو كان النهاردة مليان شرح نظريات وتمارين، فلو ما قدرتش تستوعبوا الفيديو كله من أول مرة شوفوه مرة تانية. واللي يستفاد من فيديوهاتنا يعمل لنا اشتراك ويعمل كومنت، ان شاء الله ربنا يوفقكم ويحقق لكم كل اللي انتم بتتمنوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.